بتقولوه ده ملوش غير معنى واحد، ان ده مغرز ومعمول فيه كصافي. طب اعمل ايه بس يا معلم؟ الناس دي شكلها مش هتسيبني في حالي. لا اسمع ما اقولك، ولا يهمك من حد، جمدي قلبك امال. طول ما انا ورا ظهرك وجنبك ولا يهمك من ايوه بني ادم وانا هم. ايوه بس انا مش عايز اعمل لكم مشاكل اكتر من كده يا معلم. لا ما تشغليش بالك انت، احنا طول عمرنا متعودين على المشاكل. اسمع فادم ما اقولك، بكره الصبح تاخد الرجاله بتوعنا وتطلع على فرشه صافيه تفطر، وطول في الفطار قوي علشان الناس تطمن وتروح تاكل عندها. ايوه يا معلم، بس الناس حافظه الرجاله بتاعتنا كويس قوي، غريبه قوي انها تسيب الفرن وتروح تاكل من عند صافيه. اه عندك حق. طب والامن؟ ما تشغلوش بالكوا قوي بيا كده، الارزاق على الله، ده بيرزق الهاجع والناجع والنايم على جنبه. ونعم بالله يا صافي. ايوه بس ربنا برضو قال لي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بقول لك يا صافي، انا خلي العيال اللي بتقعد معايا على القهوه كلها تفطر عندك بكره، ان شاء الله توصل نخمس كل واحد فيهم بخمسة جنيه. ربنا يخليكوا ليا، انا بجد لو ليا اهل ما كانوش يعملوا معايا ربع اللي انتوا بتعملوه ده. ربنا يسترك يا معلم. اللي قول يا حليم وقبضت الناس ورضيتهم بتوع امبارح. مية مية، وبيدعوا لك يا معلمه. الحمد لله. واخبار البيت اللي ما تسمى اللي اسمها صافيه دي اخبارها ايه؟ هي قعدت النهارده وفرشت. مش ده المهم، المهم يعني الرجل خفت من عندها ولا ايه الاخبار؟ خفت جامد، والشغل عندنا النهارده بسم الله ما شاء الله الاجه الاجه. اه النهارده بس، بكره لو اطمنوا لاكلها هنرجع تاني نغني ظلمو ونشي دبان هنا في الفرن. والله عندك حق يا معلمه، انما قولي لي يا معلمه انت حاطه ليه البت في دماغك دي قوي كده؟ جراح حليم، بت ايه دي اللي احطها في دماغي؟ انا بس مش عاوزه الناس يقولوا ان بت زي دي ما تسواش. هزقت المعلمه كايداهم وخلت الفرن عندها بيهش وينش. لا معلش على حليم والكلام ده، انت في حاجه تانية في ذات نفسيتك ومش عايزه تقولي لي عليها صح؟ والله يا حليم ما انا عارفه، انا من ساعه ما شفت البت دي وانا قلبي كده من جوه مش مطمن، واللي زاد وغطى كل ما تيجي عيني في عينها ألقاها بتبص لي حته دين باصه كاني قتلالها قتيل. بنت اللذينه دي ليه مش عارف. خش على رئيس اللي من عجوه، عمايل ايديا وحيات عناي. حاضر حاضر عناي بالهنا والشفا. الزعتر ده بقى هو اللي فيه الشفا الحاج، يعني كده تروحي الشغل زي الرهوان وما يعملكش صداع. يلا يا اخويا طهو، يلا يا ست طهي، يلا من هنا. انتوا مين وفي ايه كفالة الشر؟ احنا البلدية، انت معاكي تصريح علشان تقعدي هنا؟ ولا معاكي شهادة من وزارة الصحة؟ يا باشمهندس بس فهمني في ايه؟ في يا جدع انت خليك في حالك. الله 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 الله. طب بقولك ايه؟ بتيجي معايا المحل جوه نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ بقولك ايه؟ ابعد عني الساعة دي لحسن وحياة امي، البسك قضية رشوة تحلف فيها. الله ليه يا عم رشوة بس؟ هاتوا الحاجات دي يلا. استنى يا عم انت، ما حدش يعرف حاجة من هنا. ابعد يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هاتوا حاجة يا عم. ايه انت بتمد ايدك على الحكومة؟ ده انت يومك اسود من اول الخلوق. هاتوه هاتوه قدامي، خدوه قدامي. يلا ركبوه من البوكس. قوم يوسع. صعبانة عليا، هي ناقصة أكل مسموم. يا عيال ما تشمتوش كده، بس أحسن المركب اللي تودي خلي الحارة تنضف. أيوة خد يا واد دول. تشكر يا معلمة. لا يرحمك، هتشتري شربات وتروق بيهم الحيط وترجع لي الباقي. لا فؤاد بصراحة ربنا أنت غلطان، كان لكش حق تعمل كده، أنت لسه جديد في الحتة ولا إيه؟ طب صافي هنقول معذورة، أنا مش فاهم حاجة. يمكن أنت تتهجم على بتوع البلدية كده، عايز تضربهم، أنت عارف إن دول ناس أذية ويقفوا لنا حنة. أنا ما استحملتش يا معلم، أول ما شفتهم داخلين على الغلبانة دي ويدوسوا عليها وعلى حاجتها ما رضيتش أقف أتفرج بقى. يا سيدي حد قالك أتفرج؟ أنا لو مكانك ما كنتش هتفرج، بس أتدخل بكلمتين كده وألطف الجو. يا راجل ده أنا خرجتك بالعافية. أنا متأسفة أوي، مش عارفة أقول لكم إيه. من ساعة ما عرفتكم ما شفتش منكم غير كل الخير، وانتم ما نبكوش مني غير مرمطة الاقسام ووجع القلب. الكلام اللي انت بتقوليه ده مرمطة ايه وسام ايه؟ خلاص بقى بقيتي من هنا وعلينا، وبعدين المشاكل دي احنا واخدين عليها بتقابلنا كل يوم. يلا سوق. يلا.
ايه يا صافيا؟ انا مش عاجبني انك انت تحط فرشتك بره في الشارع وتبيعي. ايه رايك من بكره الصبح تيجي عندي هنا في الفرن تخبزي حاجتك بمعرفتك وتبيعيها زي ما انت عايزه، وانا يا ست مانيش طمعان فيكي ومش عايز منك حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ بقى بعد كل اللي انت عملته معايا ده انا اظن فيك الظن ده برضه؟ ده انت لو قلت لي روح ارمي نفسك في البحر هروح ارمي نفسي من غير ما افكر. عشتي عشتي يا صافي، وانا بس كان قصدي اقول يعني ان الحاجه اللي هتخبزيها عندي دي حاجتك وعرقك وشقاكي، وانا مانيش طبعاً في حاجه. بص بقى يا معلم واسمعني كويس للاخر، انا طبعا ما اقدرش شهامتك وانسانيتك معايا، بس انا ما ينفعش اخش عندك المحل وابيع حاجتي لحسابي لوحدي. يا معلم عدو الزبون لما هيخش يشتري هيشتري من عندك انت شويه ومن عند انا شويه، ما ينفعش بقى نقول له ده حسابه لوحده وده حسابه لوحده. طبعا لا مؤاخذه يعني هيتخنق مننا ومش هيخش المحل تاني، ودي هتبقى خساره ليا وليك، صح ولا لا؟ صح، غلبتيني يا صفيه. عشان كده انت هتبقى شريكي بالنص في حاجتي اللي هبيعها عندك في المحل، ولو عايز تعمل لي يوميه زي الناس اللي بيشتغلوا عندك انا ما عنديش مانع. عشت يا بنت الاصول. خلاص استبينا. ولا شحته شحته امورني يا سيد المعلمي. معلمك ايدهم فين؟ لا دي خدت حليم وراح محل المانيال، اصل الواد اللي قاعد على الكيسه هناك ايده طويله شويه والايراد مخستع. ايده طويله ربنا يستر عليه من ايد كيدهم اللي اطول. ايه ده؟ ايه الزغاريد دي؟ روح شوف في ايه. لا لا ما انا عارف، ده اسبوع ابن المعلم عاشور. هو خلف واد تاني؟ ده الخامس يا سيد المعلمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظهم له. معلمي معلمي. ها عارف عارف يا شحتة، كان نفسي فؤاد، كان نفسي اخلي فؤاد انا كمان، لكن بعديه بقى قلت البرنس مش هيبقى لها ذكرى في الدنيا من بعدي. ربنا يديك الصحة والعافية يا معلمي ويخلي لك بناتك. ايوه بس الواد برضه ده عزوته، الواد يقف جنبي وعكس عليه لما اكبر ويورثني، لما اموت يبقى واقف راجل ياخد العزم. جريه يا معلمي انت قلبي بقى حزيني كده ليه؟ وبعدين احنا فيه هتتجوز. اتجوز اتجوز على كبداهم تقلل عليا الحرب العالميه الخمسه. خمسه ايه بس يا معلمي وسته ايه؟ وهي يا اسطى الا لو انا قلت لها. طب لو خلصت منك انت، طيب ايه اللي هيحصل يعني؟ هتجوز ازاي؟ هتتجوز في الخباسه في السر يعني؟ ها يا المعلمه كيداهم يا بني ادم يخفى عليها حاجه اب في ايه؟ هو ايه ده اللي هيتخفى عليا يا حنك؟ لا يا معلمه ده الواد شحته كان بيكلمني على حكايه الواد بتاع محل المانيال. اسكت مش كنت ظلماه؟ لا وانت تظلمي حد برضه. مش كان خاطب البت سامية اللي معاه في المحل؟ والبت اللي ما تسمى بقى اللي اسمها رضا كانت حاطة عينها عليه، راحت رزعل اسفين اللي هو عشان تطيرها من المحل. يا بنت مهمة كيداهم، انت بقى عملت ايه؟ طردت رضا من المحل طبعا، انا ناقصه اتنين نسوان يقعدوا يتخانقوا مع بعض وابوظ شغلي. المهم سيبك من الكلام الفاضي ده، انت تفضي نفسك النهارده عشان عندنا خبيث. الله انت سرحان في ايه يا حنفي؟ لا سرحان في الله الولي شحتة. شحتة ده واد ابن حلال لازم تسمع كلامه ده بيحبنا. انت اللي قلتي. طيب اهلا يا اختي، والنبي لسه كنتي على بالي خش. انا على بالك قال والنبي ايه؟ انا يا اختي قلت اجي اطمن عليكي بعد ما سمعت اللي حصل معاكي النهارده. اسكت يا سناء، ده كان يوم النهارده ما طلعتلوش الشمس. بقول لك ايه يا صافيه، انت يا اختي من ساعه ما جيتي الحته هنا كل يوم عامله مشاكل وشو محاضر وقسام، انت شكلك غلبانه ومش وش الكلام ده. نصيبي اعمل ايه بس،
ما احنا في زمن ما حدش بيسيب حد ياكل فيه عيش في حال. وانت اول ما تشطحي تنطحي يا صافية. يوم ما تقفي تقفي قصاد كيداهم اللي رجاله بشنبات بيترعبوا منها وبيهروا قدامها. انا ما حدش كسر عيني، والقوي ربنا اقوى منه، وانا طول ما انا معايا الحق مش هخاف. وبعدين انا كنت عملت لها ايه عشان تعمل ده كله؟ قولي ما عملتيش ايه، ده الحته كلها صافية بيتكلموا على اللي انت عملتيه فيها وبنتها. ده انت بهدلتيهم، والادهى من ده كله بتحاربيها في تجارتها. يا اختي الارزاق على الله، هي مش مكفيها اللي عندها، مع قلبها قد كده. اما قوم اعمل شاي بدل اللي خدتيه. بس اللي زي كيداهم دي عمرها ما تشبع. طب سيبك بقى من السيره الغامه دي وقولي لي مين الجيران اللي ساكنين معانا في البيت. انا ما اعرفش حد منهم خالص. بصي يا ستي، الشقه اللي فوق فيها عبد الحميد افندي، ده راجل طيب قوي شغال في هيئه البريد، ومراته ماتت الله يرحمها، ما فيش حد عايش معاه غير اللي تنشك في قلبها بنته احلام. باين عليكي بتحبيها قوي. بحبها، جاتها داهيه ان شاء الله تنشك في قلبها. دي كل يوم والتاني يا اختي عماله تتحنجل للجو بتاعي، عايزه تاكله مني الواد شحتة. ها استني يا صافية، هو انت عرفت ازاي؟ شفتكم يا مضروبه على الناصيه، تقوليش يا بنت عصفورين كناريا، ايه الحب والهيام ده كله؟ بس كويس انك مش مع الولا حليم، ده بنت نصاب كان عايز ياكل عليا فلوس الشقه. ما هو ده اللي انا مسكت في خناقه في العركه اياها. ما هو الولا شحتة بقى على طول هو وحليمه مع بعض كده. وايه يا اختي لو وقعك الوقعه السودا دي؟ اخسي عليكي يا صافية، لو النبي ما تقوليش كده، ده الواد شحتة غلبان قوي، ده غير حليم وده خالص. والنعمة انت عبيطة، هو في حد يا بنت بيشتغل مع كيداهم يبقى طيب؟ قالي كده مية مية، احنا خلاص خلصنا الطلبية بتاع المعلم معتوق. تمام معلمة. والرجالة هنا كمان خلصوا الطلبية بتاعت التليفري. تليفري؟ اسمه الدليفري يا اخوي. ماشي، انت واد يا بخ في الاسم والصوت والصورة انت؟ نعم. لا بقول لك ايه، انا ما بحبكش تقلب لي صحنتك كده، ما يبقاش خلقك كنز زي المعلمه بتاعتك، انا عايزه خلقك استريتش. يلا خد البضاعه اللي في ايدك دي وزعها على الطيارين وخلوهم يتكلوا على الله. حاضر. وانت بنفسك هتودي البضاعه بتاعت معلم معتوقه وتجيب لي المعلوم في ايدك وعينك عليه تبقى كده مفهوم؟ حاضر يا ست الكل. اتفضل. استنى هذا شيخ. امين يا باشا. يمسك يمسك ايه انت كده، هتبوظهم علينا. وبعدين يا معلمه ده كتير قوي يا معلم. يلا وزعها مع الرجاله. يلا يا معلمين، واحنا اول نوبه ولا ايه؟ جريالة تعتهمنا شغلنا ولا ايه؟ اقول لك ايه، طارين بعد ما يخلصوا الليله خليهمش يجوا على هنا، وانت بنفسك تلم المعلوم مفهوم؟ وجب يا معلم. ماني حالك. ايه يا معلم، ما تجيب شويه من اللي عمال بتطوحهم في بقك دول. هاوي هاوي يا معلم. هات رقي ناشف. Thank you.
كله تمام، الخير على هدوم الوردين من ساعة ما صافية اشتغلت معانا في الفرن واحنا مش ملحقين على الزباين زي ما انت شايف. الحمد لله. طيب انا هوصل مشوار للمعلم بدر اخر الليل، اقفل الفرن وخلي المفاتيح معاك. عينيا يا معلم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. متأخروش بكرة الصبح ها؟ تصبح على خير يا فؤاد. استنى يا صفا. في حاجة؟ أوصلك. ده البيت أهو خطوتين من هنا. معلش الدنيا ريل برضه والأمر ما يسلمش. كتر خيرك يا فؤاد. إنما أقول لي ساعة الناس بتوع البلدية لما جم يكسروا الفرشة بتاعتي وانت بتتخانق معهم كده حسيت ان زي ما يكون في تربيه بينك وبينهم. ايه سكت ليه؟ اصل انت بصراحه معاكي حق يا صفيه. ازاي؟ انا فعلا في حدوته كبيره قوي بيني وبين البلديه. ابويا الله يرحمه كان راجل سريح على عربيه روبابيكا كده، وكان بيحب يحط لمبه جاز على العربيه تنور له بالليل. بتوع البلديه دول بقى ما كانوش بيسيبوه في حاله. كل ما يجي يطلع بيت يبيع او يشتري اي حاجه ينزل يلاقي بتوع البلديه خدوا العربيه بالبضاعه باللي فيها. لحد ما جه في مره بقى وكان دافع كل اللي حلت في بضاعه، كنت انا معاه يومها، كنت عيل صغير كده. جم بتوع البلديه وهجموا علينا، كانوا عايزين ياخدوا العربيه والبضاعه. ابويا ما سكتش، راح ماسك فيهم ونازل فيهم ضرب. اتكتروا عليه بتوع البلديه، وقع في الارض، لمبة الجاز وقعت عليه واتحرق قدام عيني. حول الله يا رب، ربنا يرحمه ويغفر له. انت كده يبقى ليك حق في اللي عملته فيهم يومها. كان معلم عدوي ساعتها بقى لسه فاتح فرن على قده كده بعد ما ساب الشغل عند كيداهم. هو المعلم عدوي كان بيشتغل مع كيداهم؟ اه طبعا، امال هي قرشه ملحيته كده ليه؟ قلت لي بقى. يلا احنا وصلنا، تصبح على خير. وانت من اهله؟ انا هستنى هنا لغايه ما تطلعي فوق تشاوري لي من البلكونه بقى. الهي ربنا ما يحرمني منك ابدا. قول امين. امين. سلام. سلام. صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا حبيبي. في حد صحي؟ احسن عشان اعرف اتكلم معاك براحتي، بقالي كام يوم مش عارف اتلم عليك. يا سليم بقى مش عارف تتلم عليا ولا انت اللي مطنشني؟ مطنشك انا اقدر استغنى، انت مش عارف انت بتوحشني قد ايه. لولا بس المعلمه زنقاني ليل ونهار في الشغل. انت كمان بتوحشني. طب هشوفك ازاي؟ انا عارفه بقى، ما انت عارف انا ماما مش بترضى تنزلني لوحدي، لازم اخد معايا سواء عشان بتخاف لا تعب. يعني هنفضل كتير في الليله دي ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، بس سيبني سيبني انا اظبطها وبكلمك على الموبايل اقول لك. ماشي، اديني بقى المفتاح لحسن الصناعيه واقفين تحت. من عيني. صباح الخير يا واد يا حليم. صباح الخير ست روحيه. صباح الفل، زي الحال. ازيك يا ابتسام؟ ازيك يا عمته؟ خدي حليم المفاتيح اهي. متشكرين يا ابرو. اما انت ايه اللي مصحيكي كده بدري يا عمته؟ جايه الحق اخويا قبل ما ينزل شغله، كنت عايزاه في حاجه انما ما قلتليش. انت واقفه تتسايري انت والواد حليم على السلم بتقولوا ايه؟ انا كنت بتساير مع حليم ابدا، ما حصلش. ده كان جاي ياخد مني المفتاح بتاع الفرن عشان في ناس تحت العمال جم ومش لاقيين حد يفتح لهم خالص. وبعدين كان بيسالني اذا كان بابا صحي ولا لسه نايم. طب خشي صحيه قولي له عمتي عايزاه. حاضر يا عمته، تأمري. اه يا بنت كيداهم. بابا
ماما بابا 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 في ايه؟ في يا بنتي في حاجة؟ انت تعبانة؟ لا يا بابا مش تعبانة انا زي الفل. اعوذ بالله مش هترجيب. في يا بنتي انت عيانة حبيبتي؟ لا يا ماما مفيش حاجة انا كويسة. اخواتي كويسين؟ كويسين يا ماما. انا مش هدخل عليكم تاني يا جماعة مادام بتتخضوا عليا قوي كده وانتوا نايمين. لا لما انتوا كويسين وما انت دخلت صحتنا وقلقتينا كده ليه؟ لا يا ماما ابدا، بس اصل عمتي جت بره وبعدين ايه بقى قالت لي يا بنتي يا ابتسام ادخلي صحي بابا ضروري عشان عايزاه في حاجة مهمة. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، عاوزة ايه بقى العقربة دي على الصبح؟ عقربتي يا كيداهم، ما تنسيش ان اللي بتتكلمي عليها دي اختي، يعني فهم اختك. ومالك بتقولها بالفم المليان كده؟ والنبي لو اختي لو كنت اتبرت منها. بس انا بقى مش هتبرر منها. ايوه اختي ست جدعه ومكافحه، ربت بنتها لحد ما دخلتها الجامعه، يعني ربتها احسن تربيه زي ما انت ربيتي بناتي. نعم بناتي ايش جاب لي جاب يا حبيبي، على راي المثل ايش انت في الحاره يا منخل بلطاره. ما خلاص بقى يا ماما، هو كل ما عمتي تيجي البيت هيقوم حريقه، في ايه يا جماعه؟ ما هي كده الحلمبوحه تيجي من هنا وتجر المشاكل وراها من هنا. خلاص هطلع اشوفها عايزه ايه وامشيها على طول. خليك مع امك، ما تخليش تيجي ورايا لغايه عمتك ما تمشي. يلا حبيبي اكبسك يا ماما. كبسيني ده ايه يا اختي؟ تتعطليني يا بنت، اوعي اديني الروب. اوعي. حاضر يا ماما. شوف ده عاوزه ايه؟ انا غلطانه. هاتي. في تعالى بس عايزاك. الله جاي الصبح بدري، في ايه؟ حصل حاجه؟ لا خير ان شاء الله خير. انا قلت الحقك قبل ما تنزل شغلك، اصلي عايزاك في حاجه مهمه قوي. حاجتي يا روحي. حنان بنتي جالها عريس. الف الف مبروك، ربنا يتمم لها بخير. ويا ترى العريس ده كويس؟ المعيد اللي بيدرس لها في الجامعه. لا وايه، ابن ناس قوي وساكنين في الزمالك. لا ما دام ساكنين في الزمالك يبقى فعلا ابن ناس. بس يا حنفي يا اخويا، العين بصيره والايد قصيره، وانا مش عايزه اكثر بخاطر البنت، وانت عارف ان انا ماليش غيرها في الدنيا. كلامي اللي بتقوليه ده يا روحي يا اختي، حنان دي بنتي وملزومه مني ورقبتي سدادة. إلهي يا رب، إلهي يا رب ما يحرمني منك أبدا ويخليك لي. أقوم أنا بقى عشان تلحق تشوف شغلك. شغل إيه؟ طب افطري معانا. معلش سبقتك يا أخويا بألف هنا وشك. قولي لحنان ما تشيلش هم. قولي لها خالك بيقول لك فرحك وكل اللوازم بتاعتك من جنيه المليون تحت أمرك. إلهي ربنا يرزقك ويديك الصحة يا رب يا أخويا. مع ألف سلامة حبيبي. الله يسلمك. مبروك، ألف مبروك. الله حنفي. انت قصد تتحداني؟ وحصل ايه بس كده؟ ايه يا اخويا الملايين اللي عملت بحتر فيها دي؟ وما تشيليش هم يا اختي وما تعمليش يا اختي. ايه فنجرت البق اللي انت عملت قولها دي؟ وحنان دي بنت اختي ملزومه مني، وايوه وانا اللي لازم اسطرها. طب يا اخويا سطر بناتي الاول وبعدين ابقى سطر بنت اختك. يا كيداهم افهميني، دول اتنين ولايه ملزومين مني. ملزومين منك؟ ماشي يا حنفي، يبقى يا حبيبي بقى ما تزعلش باللي انا هعمله، مفهوم؟ طبعا. صباح الفل. صباح الفل. ها جبت اللي قلت لك عليه؟ امال يلا بسرعه، بتتلفت على ايه؟ استنيني ابوس ايدك، المعلمه لو عرفت هتعلق لي الرمانه. ايه الرمانه دي؟ يعني هتتويني؟ ما تخافش يا حليم واجمد كده، عامل لي بس فيها رئيس في الحته. يلا سلام. الف سلامه.
انا احلام بنت عبد الحميد افندي. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا صافية؟ ايه حبيبتي اللي موقفك على السلم كده في وسط الزبالة؟ تعالي اقعدي معايا جوه في النظافة. نظافة؟ نظافة ايه يا بنت؟ ابو شاكوش ومسمار انتي؟ ده انتوا ريحة بيتكم كلها غيرة. امشي اقف عيلسانك، ما فضلش غير انتي كمان وهتتنوري علينا. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا جيران ما يصحش كده. جيران ايه؟ ما انت سامعه يا صافية، هي دي تعرف جيره ولا اصول اصلا؟ طب يا حبيبتي سيبنا لك انت بقى الاخلاق والذوق بس، وبيهات العده اللي عندكم يا عنيه واطلعي صلحي لنا كم كرسي مخلعين فوق. لا ما ينفعش كده بقى، استهدوا بالله واخذوا الشيطان بينكم. ادي الشيطان يا صافية، دي الشيطان بعينه. لا ده كده مش هينفع، خش بس انا جوه انت لو سمحتي. انت احلى نطلع دلوقتي بعدين ابقى اتكلم معاكي. يلا يا اختي سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف ان لسانك متبري منك كده. اسكتي يا صافية، عارفه لولاك انت انا كنت مسكت البنت دي عرفتها مقامها بجد. ليه؟ وانت كنت عايزه تعملي اكتر من اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عارفه كل اللي انتوا عملتوه ده على ايه؟ على الولد اللي ما يسوى اللي اسمه شحته؟ والنبي انتوا الاثنين ما في اهبل منكم. بص عليك يا صافية. طب بجد والله هزعل منك، ما تشتميهوش يا اختي. شوف يا اخويا البنت والسهوكه بتاعتها. بقول لك ايه، خلاص بقى قفلي على السيره اللي بتحرق دمي دي. هعملك شاي معايا. تعالي تعالي، مش عايزه لا شاي ولا قهوه. تعالي عايزاكي في موضوع. قولي الاول الحاجه صحه اخش اسلم عليها؟ لا دي الحاجه في 70 نومه من بدري. صحتها عامله ايه دلوقتي؟ والله يا صافية ما خبيش عليكي، ادينا يا اختي اهو ماشيين على العلاج اللي كتبه لها الدكتور لحد بقى ما ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا يشفيها لك ان شاء الله. خير يا حبيبتي. بصي يا ستي، انا ربنا كرمني واشتغلت في فرن المعلم عدوي، والفرن ده كبير وطلباته كتيره، وانا بصراحه ما بقتش قادره اصد على الطلبات دي، ولزمني حد يساعدني في الشغل ولازم اكون بأتمنه، فانا فكرت فيكي. ها قلتي ايه؟ ربنا يخليك يا صافي، بس انا يا اختي ما بعرفش اعمل الحاجات اللي انت بتعمليها دي. يا ستي انا هعلمك، ولحد ما تتعلمي انا هطبق الشغل، وانت كل اللي عليك انك تقفلي وراي، ورزقي ورزقك على الله. ها اتفقنا؟ كده تمام، عفارم عليكم. يلا بينا يا حليم. يلا معلمة. سلام. شدة طمان.